اليوم طبختنا من المطبخ الهندي اللي هي عبارة عن مصالة دياي ودياي بالكاري. نعم راح أعرفكم على مقاديرها. راح نستخدم دياي نوعين طبعا، نوع قصص كبار حق المصالة ونوع الصغار اللي أنا قصصته حق الكاري. ما بستغنى عن نبتة الكاري اللي هي الهندية، حشيش، ثوم ويا فلفل، واستخدمت هني فلفل أخضر عشان أخلي الطبخة سبايسي، زبدة وسبار هندي ومعجون طماط شوي راح استخدم منه، كذلك راح استخدم كريمة حامضة، وهني راح استخدم البصل الصغار حق الكاري. أما حق المصالة فراح استخدم البصل الكبار المقاطعة شرايح ضعيفة، وكذلك راح استخدم طماط بهذه الطريقة شرايح. نبتدي على طبختنا. راح ابتدي بالبداية بالمصالة. شغل النار. من البداية راح نجيب الدهن. بداية قلنا راح نسوي المصالة. نسكب الزيت هاي الطريقة، ونحط البداية الثوم. ثوم شوي، ثوم ويا فلفل، وراح احط ورق الكربته. راح يتبقى عليكم شوي، حركوا تغير لونه بس شوي، ورد ننزل عليه البصل بطريقة. نحرك البصل. طبعا مثل ما قلنا ان هاي طبخة هندية. نرجع البصل بعد. دائما الطبخ الهندي ما يستغني عن البصل ويحط الكميات اكثر. قلنا ان المصالة هي من المطبخ الهندي، وكثير احنا نستخدم يعني الطبخات الهندية وما نستغني عنها في بيوتنا. نزل فلفل على حسب الرغبة طبعا، تبونه سبايسي نزيد نزيد بعد. في ناس يستحملون الحرارة، في ناس ما يستحملونها. على العموم الطبخ الهندي كله فلفل. بعد ما نزلنا المكونات دي تقريبا راح ننزل الدياي عليه. قلنا استخدمنا قطع دياي لأكبر حجم من غير جلد. خلكم معي، من غير جلد نستخدم الدياي. نبتدي نقلب فيه. الحرارة من زود الحرارة في الفلفل تطلع الحرارة برا. نخليه لين يتغير الدياي وتغير اللون ماله. طبعا ينقلب الى لون مثل ما انتم شايفينه راح يتغير اللون. الفهارات اللي نستخدمها نقصر على النار شوي.
نضيف على طول البهارات، قصرنا على النار وراح نحط البهارات. مثل ما قلنا ان البهارات اللي راح نستخدمها تقريبا بهارات هندية، الكاري راح استخدم بودرة الكاري، في كاري مدراسي استخدم، راح نستخدم كركم دبشة واحدة، وراح نستخدم كزبرة وجلجلان دبشتين زيادة. فقط هاي البهارات اللي راح نستخدمهم، لوت على ذلك ملح. ممكن تستخدمون بدل الملح العادي تستخدمون ملح الليمون، يعطي نطعة أفضل من كذي. عندي دقوس شوي أو فلفل كشميري أحمر زيادة على السبايسي، والله يكون في عون اللي بياكل. نبتدي نقلب فيه. هاي الطريقة. نزيد على النار. بعدها نرش عليه الليمون فريش، يعني مقدار ليمونة واحدة. زين. هي على بالي فكرة حبيت اقولها لكم، ولاكثر الناس يمكن تتذكرها، كنا الاول في الفريج دور هندي على سيكل. اكثر الناس مواليد السبعينات والستينات او الخمسينات يعرفون، كان ذي الهندي يفتر في الفرجان، وكان شي يبيع سمبوسه ويا روتي. طبعا ما هي الشباتي ما وصل، فكان يبيعنا روتي وحط فيه سمبوسه، حب سمبوسين ورشه فلفل. ما شاء الله عليه كان ذيك الايام يعتبر همبرجر السمبوسه. واحنا هال نترياه ندوره من فريج لفريج. ها شفتوا كمار ونلاحقه. راح نحط معجون طماط شوي عليه هاي الطريقه، ونقلب يمتزج معجون الطماط معاه. طبعا رش عليه شوي ماي عشان يتحرك مع بعض. هاي الطريقة. كثير من حريمنا وريايلنا يروحون، يعني يصير خاطره في الاكل الهندي فيروح يشتري من برا. اليوم سوينا هاي الوجبه عشان كلنا نتعلمها، كلنا نتعلمها في بيوتنا، محتاجين احنا نطبخها داخل البيت. راح ننزل عليها الحشيش شوي حشيش، وراح ننزل عليها الطماط، قصة الشرايح، وراح ننزل اللي قلت لكم الاسبار اللي ما راح استغنى عنه، الطبخات الهندية، وهو موجود في الطبخات كلها، الطبخات الهندية تقريبا موجودة هاي الطبخة. حركهم قلبه مع بعض. طبعا نخليه شوي يمزج مع بعضه. راح نطلع فاصل ونرجع لكم مع طبخه جديده وهي التشيكن كاري. انتظرونا وخليكم قريبين.
رجعنا لكم مره ثانيه. راح نشتغل على الكاري اللي هو تشيكن كاري، ما راح ياخذ وقت ان شاء الله، هو اسرع شيء في الطبخ. ليش اقول لكم اسرع شيء؟ عشان تتعلمون اسرع شيء في الطبخ. حبيت تسوين عشاء، حبيت تسوين غداء، حبيت تسوين اي شيء مختلف عن المألوف في البيت، سوي الكاري سريع وما ياخذ له وقت. واكله لذيذ جدا. لو ودي طرش لكم، لكن يلا تعلموها وانتم قاعدين في البيوت. بدايه حاطين الدهن، راح نحط البصل قطعناه صغار صغار بهاي الطريقه. راح نحط البصل، طبعا في الطبخه القبليه حطيت الثوم قبل والكربتة قبل، هني لا راح احط البصل قبل. وانا اسوي لكم هذه، راح اسوي لكم طريقه العيش. طبعا العيش شيلاني كل واحد يعرف شيلاني، بس طريقه العيش الهندي راح تكون مختلفه. هو نفس الشيلاني بس البدايه والتركيبه غير. البدايه راح تخليه، شيك بس المصالة شلون وصلت مرحلتها ممتازة. حركها شوي نقلبها، طبعا تحتاج الوقت حوالي تقريبا 20 دقيقة إلى نص ساعة في الاستواء مالها. سكر عليها بس وهي بروحها راح المكونات كلها راح تذوب مع بعض. ما اقدر اقول لكم كثر لذيذه، صج حاره بس الاكله لذيذه جدا. قلت لكم ان الشيلاني طريقته مختلفه، بنحط الدهن شوي حق الشيلاني وبنحط قطعه زبده. وبنحط بهارات صحيحة بهاي الطريقة، نحركهم مع بعض. بس تطلع ريحتهم حط الماء حق الشيلاني. انطره بس يفوح شوي، حرك البصل، تغير عندنا لون البصل. لا تنسون مصالة، هاي مصالة دياي وهاي مصالة ماي كاري دياي، يختلف لونها احمر وهذه لونها راح تشوفونه. عشان ما ننسي بس نحط الملح، نفس ما قلنا كلها رشة الملح. حط فلفل شوي بس لان هاي ما يبون حار. راح نحط الثوم، راح نحط ورق الكربتة اللي هو القار نفسه، نحمسه مع بعض. نبرز الدياي، راح ننزل على طول الدياي. ونبتدي نحرك فيه. قلنا لكم ان الطبخه هذه هنديه. نحرك.
راح يتغير لون بسرعة. أسرع على النار مني. يوم شوي هواء عندنا. نغيره. هاي طريقة. نزل عليه البهارات. رشة ملح. راح نستخدم البهارات. كزبرة. والجلجلة. سنوت. راح نحط عليه بذرة الكاري. قبشتين. ثلاث. وراح نحط كركم قبشه ونص تقريبا وشوية بودرة كشميرية خفيفة حق اللاسعة بس ونبتدي نخلط فيهم. غير عندنا اللون، لون أصفر صار، ذاك اللون صار عندنا لون احمر عشان تفرقون بين دي وبين دي. راح نحط عليه شوي زبده، ممكن تستخدم زبده تستخدمها على حسب ما انتم تبغون. راح تقولوا الاكل دسم. اي نعم، أكل هندي دائما دسم. ميزتين أو ثلاث ميزات فيه تفرق عن أكلنا إحنا الخليجي، اللي هو الزيت يستخدمون فيه والفلفل وكثرة البصل اللي نختلفون شوي عنه. راح نخلي عليه ليمون. حركة مع بعض. طبعا هاي صار جاهز، بس ممكن احنا نستخدم الكريمة الحامضة معاه وممكن نخليه تقديمه بهاي الطريقة على حسب الرغبة. الكريمة حامضة تعطي طعم حلو، مو يعني حلو بالقصد انه الطعم، لا طعم حلو يعني بالقصد نحط له كريمة حامضة يعطي نوع من الحموضة في الأكل نفسه. نفرق عن أكلنا شوي. هنغيره. نحرك فيه شوي. كما قلنا راح نستخدم كريمة حامضة ونخليها عليه. الكريمة الحامضة ممكن في أي برادة، في أي سوبر ماركت، في أي مجمع راح تحصلونها. مكتوب عليها كريمة حامضة. إيه، أحيانا تكون مكتوب عليها تركيش أو تركي، بمعنى أنه هو الكريمة الحامضة اللي في السر. كلش ممكن تأخذ روبة وتخلطها مع قرشة لبن مع بعض وتستخدمها. من تركب عليه الكريمة تبتدي تغير لونها شوي، تفتح لون. راح نزيد على النار شوي من هنا. راح نغير النار ونبتدي نحرك. تقريبا جاهزة صارت. ما يحتاج أذوق الملوح، الملوحة مالتها عليه شوية حشيش. في النهاية هني راح أركب الحشيش كله. هاي الطريقة. راح أنزل الكريمة الحامضة فيها كلها.
تقريبا استخدمت علبة ونص على كيلو دياي نفسه. ممكن تستخدمون صدور وممكن تستخدمون قطعة كاملة، بس يفضل انه يكون الصدر هو افضل حق هاي الطابخة. في بعض ما يحب هذا الصدر، هاي مشكلة. نحركها مع بعض. نقصر على النار لين ما نقدر، نقصر على النار هنا شوي بعد عشان الوقت فاح الماي مال العيش. في بعضهم يقلي العيش مع الزيت مع الخلطة البدائية، يقلي ويجيب الماي الحار ويخليه عليها يعني من الصوبين. لو بغيت بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة، هي طريقة نفس الطريقة الهندية. راح نشغل العيش بعد ما يفوح وراح نرجع لكم مع التقديم إن شاء الله. رجعنا لكم مرة ثانية حق التقليب، وهاي المصالة صارت جاهزة. راح نبتدي ننشب. هاي الطريقة أهم شيء اللي تحت. هاي الطبق الأول، نرجع حق الطبق الثاني. بسم الله يا الله، ريحته ما أقول لكم. أعتقد اللي عند الشاشة بدأوا يحسون بالوضع. راح أحط الطبق الثاني. باقي عندنا العيش، سكر على العيش. راح ننشب. بسم الله سوينا لكم المصالة دياي، وسوينا لكم الكاري دياي، وسوينا لكم العيش على الطريقة الهندية. طبعا اليوم طبختنا كانت متميزة من المطبخ الهندي، واللي احنا سوينا فيه المصالة الدياي طبعا بالصوص الاحمر
وسوينا الكاري الدياي والصوص الاصفر مع اللي حطينا الكريمه الحامضه وسوينا العيش على الطريقه الهنديه ونعصر لميتنا ونقول نشوفكم في الحلقه الجايه ومع السلامه.